تعيش هذه الحشرات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في زوايا القفص أو في جدرانه أو في أعشاش الطيور، حيث تسكن هذه العثة في الأماكن الخشبية وتخرج ليلا فقط كي تمتص دم الطائر مسببة له فقر دم مميت. العلاج: البحث في أعشاش الطيور وزوايا القفص والجدران عن هذه الحشرات وإبادتها باستعمال بودرة أو سبري خاص أو مبيدات حشرية خاصة بهذه الحشرات، مع مراعاة إخراج الطيور من القفص عند رش المبيدات كي لا تتضرر. لا بد من فحص ريش الطائر بشكل دوري للاكتشاف المبكر عن هذه الحشرات والقضاء عليها. كما يمكن استخدام قطعة قماش مبللة بقليل من زيت البترول ومسح القفص بها، مع عمل حمام للطائر مرتين في الأسبوع بغضافة خل تفاح. ويمكن تلقيح الطيور بمادة الأفرمكتين باستعانة طبيب بيطري أو خبير مختص. القمل: حشرة يكثر وجودها في الصيف وتتركز حول رقبة الطائر وجناحه وجسمه، مسببة له حكة شديدة تدفعه لمحاولة حك جسمه بكل ما يصادفه من الأجسام الصلبة المحيطة حوله، مما يؤدي إلى إصابة الطائر بالتقرحات والجروح والخدوش. العلاج: تنظيف القفص والأعشاش من الأوساخ والتخلص من هذه الحشرات بواسطة المبيدات الحشرية الخاصة بها. الجرب، ويسمى بالقشف، وهو من الأمراض الفطرية التي تصيب معظم الطيور ويظهر على شكل ثآليل حرشوفية رمادية اللون تتركز حول المنقار والعينين والأرجل، وهو سريع الانتشار بين الطيور بمجرد اللمس. العلاج: عزل المصاب واستخدام المراهم الطبية الخاصة والمراهم الكبريتية مع المحافظة على نظافة القفص باستخدام المطهرات لقتل الجراثيم والميكروبات الطفيلية. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في حلقات جديدة.